فنبدأ. طيب هذا آخر فيديو راح أسويه في العشرينات من عمري. بكرة عيد ميلادي 30. بالعادة ما أحتفل بعيد الميلاد وما أهتم في عيد الميلاد، بس حسيت إنه عيد ميلاد 30 شيء مميز جدا، وباقي كم ساعة أخش 30. شوي الموضوع ما أدري إيش المفروض أشعر صراحة. حبيت أتكلم عن العشرينات، أجمل أيام عمري، أجمل سنين عمري، أجمل اللحظات اللي عشتها. تغيرت كثير في العشرينات، تعلمت أشياء كثيرة. ما راح أجلس أتفلسف عن الأشياء اللي تعلمتها في العشرينات. ممكن هذا الفيديو ما يكون عن تجارب في العشرينات قد ما أنه عن رحلة العشرينات وكيف وصلت للثلاثينات. مو انه انجاز، بس العشرينات مرة صعبة. اعرف انه نسبة كثيرة من اللي تابعوني في العشرينات دوبهم داخلين العشرينات او في وسط العشرينات. فالعشرينات اصعب مرحلة ممكن تمر فيها في حياتك، تكون متردد ومحتار، ما تعرف ايش تبغى بالضبط بحياتك. تحس ان العالم كلهم دارين وعارفين ومكتشفين، عارفين ايش يبغون بالضبط من حياتهم، الا انت تحس انك متاخر. اول شيء تخش الجامعه، تشوف اللي حوالينك كل الناس عارفين ايش يبغون تخصصاتهم بالضبط، اللي راح طب واللي راح هندسه واللي راح مدري ايش، بس انت تحس انك منت واثق من اختياراتك، بينما كل اللي حوالينك ما حد واثق من اختياراته. الاغلب ما حد واثق من اختياراته، واذا كنت انت واثق من اختياراتك هذا شيء جيد. بعدين كل اللي حوالينك يبدون يتخرجون من الجامعه، يبدون يخشون وظائف، انت لسه انت متاكد الوظيفه اللي انت فيها ما عجبتك، او لسه ما حصلت وظيفه، او تشوف وظيفه اصحابك افضل من وظيفتك، تحس انه انا قاعد اضيع وقتي هنا، هذا مو التخصص اللي ابغاه، درست سنين من حياتي بس ابغى اغير مجالي. العشرينات كلها تساؤلات، كلها تشكك بنفسك، تشكك بقدراتك. قريت هذا الشيء كثير وسمعته كثير من قبل ما اخش العشرينات وانا في العشرينات، بس كنت دائما احس انه لا، انه ما حد فاهمني، ما حد حاسس فيه. لكن الواقع الجميع حاس فينا، والجميع مر بنفس اللي أنا مريته، والجميع بيمر بنفس اللي مريت فيه. تجي مرحلة بعدين الوظيفة، وكيف تأخذ وظيفة، بعدين الزواج، كل اللي حولينك يبدون يتزوجون، يبدون يستقرون، وانت تحس انك ضايع لسه، او انك تزوجت وحسيت انك استعجلت في الزواج، او اي المهم العشرينات فوضى عارمة، استمتع فيها قد ما تقدر، أجمل فوضى ممكن تعيشها. جرب كل شيء تقدر عليه، إذا تقدر تسافر لا تبقي مكان ما تسافر، إذا تقدر تلف حوالين السعودية لف حوالين السعودية، إذا تقدر تجرب رياضات جديدة جرب رياضات جديدة، جرب اسبح، جرب العب كرة قدم، جرب سلة، جرب اجري، جرب هايكينج، جرب ترسم، حتى لو أنك منت رسام، بس جرب اكتشف نفسك. لا تتوقع أنه في أحد في يوم من الأيام صحي وقال أوه انا مصمم، اوه انا رسام، اوه انا اي إن كان. لازم تجرب عشان تعرف نفسك، ولازم ما تيأس، ولازم تحاول مليون الف مره، ولازم، لان العشرينات جميله جدا وانت لسه كذا، يعني فيك نشاط، فيك حماس. انا لسه ما جربت الثلاثينات ولا اعرف كيف جو الثلاثينات، بس صدقني في المرحله اللي انا فيها عندي فكره كافيه عن الثلاثينات. يعني مثلا حاليا ما اقدر امشي، ما اقدر امشي ابدا، ما اقدر اجلس في البيت بدون شراريب،
عشان رجلي مرة تبرد سريع. جسمي مو زي أول، ما يسامحني على أخطائي. يعني كنت أكل الأخضر واليابس، بيتزا، ثلاثة بيتزا، أربع بيتزا، اثنين أبلي، طبقين قد كذا دجاج ورز، ودق عادي. بكرة أقوم أو ينوت أسهر، أسهر يوم يومين ومواصل، وأنام ساعتين وأكمل زي الليش. حالياً جسمي ما يسامحني. أكل بيتزا اليوم الثاني تقلب، ما أقدر أنام. نفس اليوم ما أقدر أنام، اليوم الثاني حرقان، ما عاد أقدر أتحمل السهر. ما يمديني أسهر، يعني لو سهرت مثلاً يوم خلاص لازم أسدد فواتير أول بأول. وأتوقع أنه مرحلة الثلاثينات هي تسديد فواتير كل الصخب والإزعاج اللي صار في العشرينات، مرحلة أنا واثق فيها جداً ومتحمس لها مرة، وفيها يعني عصارة تجارب العشرين وقبل العشرين ما أعتبر هذا شهر. فمرة متحمس للثلاثينات، مرة متحمس أنه أبدأ صفحة جديدة في هذه السنة ومعاكم بإذن الله. متحمس أني أسوي أشياء كثيرة في القناة ذي، متحمس أني أكون إيش يسمونه كذا، يعني فكرة تجي براسي أنفذ. زي الحين مثلا قاعد تقول بكرة بخش الثلاثين وأنا ما سويت أي شيء عن الموضوع، هو ببالي أني أسوي شيء وبسوي شيء أفضل من كذا، بس قلت ما أبغى أسوي زي السنوات اللي فاتت أقعد أستنى الفرصة المناسبة. لا خلاص يلا شغل الكاميرا، مو لازم ننظف كل الغرفة، رتب بس اللي تبي ترتبه، سوي أي زاوية صور. وهذا الشيء إن شاء الله اللي نفسي أسويه في المرحلة الجاية. أحس إنه الفترة الأخيرة ما كنت مركز كثير على شغفي اللي هو صناعة الأفلام، صناعة الفيديو، اليوتيوب، هذه الأشياء اللي مرة أحبها المفروض إنه أركز عليها أكثر، خصوصا إنه يعني بالعمر ذا أنت يعني عندك شيء يسويه اليوم، لا تقعد تستنى لين بكرة. زي ما قلت أنا كان ببالي أسوي مقطع مرة رهيب عن الموضوع ذا، فعشان كذا ماني قاعد أحرق كثير كلام بالموضوع ذا، لكن قلت خليني أنزل شيء بسرعة قبل عيد ميلادي. بس بخلص تصوير من هنا، برمي المقاطع في الكمبيوتر، طق 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 إدت، وبكمل شغل. عندي شغل ثاني كثير مرة. ليش ساحب على القناة؟ صراحة مشغول بمشاريع ثانية، وأنا مقصر جدا في القناة، مقصر بحقكم، مقصر بحق نفسي، لأنه أنا أحب القناة ذي وأحب تفاعلكم معايا. لكن إن شاء الله السنة ذي، بإذن الله السنة ذي، أقصد سنتي هذه، إن شاء الله تكون فيها تركيز أكثر على القناة. بس بنفس الوقت ترى ما سحب تماما. اللي ما يعرف عندنا قناة أنا وصاحبي محمد العوفي، بودكاست مشمشي، منزلين إلى الآن 21 حلقة، ولسه في حلقتين قاعد أطبخها في الإيديت، استمتعوا فيها. هذا السيتاب الطاولة اللي تشوفونها كلها حقت مشمشي. دائما نسوي البودكاست هنا، بس بالعادة مو كذا، بالعادة كذا. حبيت إني ما أصور على نفس خلفية مشمشي. سنة سعيدة وجميلة بإذن الله علي، على الجميع المسلمين. إن شاء الله تنفتح الحدود ونسافر ونروح ونجي وكذا يعني. لا تنسون تدعمون القناة، لايك شير سبسكرايب. بحاول قد ما أقدر إني أرجع للردود كل اللي جاتني ورد عليها رد واحد واحد، حتى وإن ما ردت عليكم أنا شاكر ومقدر لوجودكم، واستمتع جدا وانبسط جدا جدا لما يجيني إشعار تعليق في القناة. نشوفكم على خير. بيس. سكار كانت نايم، بس ما حبيت إنه أنهي المقطع بدون ما تطلع تغني لها ببعثة. يلا يلا سكار، يلا. Happy birthday to you. I heard today was your birthday.